تواصل آليات الدفاع المدني إخماد حريق اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بمستودعين في المنطقة الصناعية بميناء سلمان. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني أنه فور تلقي غرفة العمليات بلاغا بالحريق توجهت آليات الدفاع المدني إلى الموقع، حيث تباشر حوالي 24 آلية و95 ضابطا وفردا عمليات الإطفاء ومحاصرة الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره، منوها إلى إصابة أحد رجال الدفاع بإصابة بسيطة أثناء مباشرة الحريق. وأضاف أن سرعة الرياح ووجود مواد قابلة للاشتعال في أحد المستودعين فضلا عن نوعية المبنى ساعد في سرعة انتشار الحريق، موضحا أنه تم الدفع بوحدة التعامل مع المواد الخطرة إلى الموقع للمراقبة المستمرة والتأكد من عدم وجود أي خطر. وأشار مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني إلى أن التحريات ما زالت جارية لمعرفة أسباب الحريق. تم استلام بلاغ من غرفة العمليات الرئيسية يفيد بوجود حريق في المنطقة الصناعية بالمستودع، حيث تم استلام البلاغ الساعة 2:37 صباحا. توجهت الآليات المعنية إلى الموقع واستغرقت تقريبا 4 دقائق حتى الوصول. عند الوصول اتضح بأن الحريق منتشر في الطابق الأول في المستودع. المستودع مساحته تقريبا 250 متر في 100 متر المساحة الإجمالية، لكن لحد الآن الحمد لله تقريبا نص المستودع هو اللي مشتعل. بالإضافة إلى يتكون المستودع من طابق أرضي وطابق أول وطابق ثاني. المواد الموجودة في المخزن هي تعتبر عن مواد غذائية بالإضافة إلى الأدوية، حيث قامت جميع مراكز الدفاع المدني المشاركة في البلاغ، حيث شاركت ب 24 آلية و 80 فرد و 15 ضابط، حيث إن شاء الله راح حاليا عمليات المكافحة مستمرة، وراح إن شاء الله خلال الساعات القليلة إن شاء الله راح يكون الحريق تحت السيطرة ومنتهي بإذن الله إن شاء الله. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مكان الحريق العميد عبد العزيز العامر، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني. سعادة العميد، يعني لو تطلعنا على آخر التطورات من موقع الحدث. أخي الكريم، في الواقع أنا أكلمك من الموقع. تقريبا أنا موجود لمدة 12. الحريق تقريبا ابتدى من الصباح تقريبا الساعة 2 صباحا لحتى الحين ما يقارب 12 ساعة، وحتى الحين ولله الحمد أقدر أقول نحن سيطرنا على الحريق. وما زال يعني لأن المساحة كبيرة تقريبا 250 في 100 متر، وتحتوي على مواد طبية، مواد صحية، مواد كيماوية، منظفات، مبيدات، أجهزة كهربائية، ملابس، أطعمة ومشروبات، مواتب، يعني المستودع ذي الكبير في كل شيء. فمن هالشكل صار سريع الحريق، اشتعل بسرعة وبذراوة.
لكن احنا بفضل الشباب ولله الحمد يعني في الواقع اقدر اقول لك الحين تمت السيطره عليه. نعم. طيب سعادة العامل، يعني هل لديكم اي ارشادات للساكنين بالقرب من المنطقه او حتى العابرين يعني عبر الطرق القريبه من مكان الحريق؟ والله هو الحريق في المنطقه الصناعيه طبعا غير سكنيه. نعم. بس احنا قد المستطاع ان احنا حاولنا نعزل الحريق عن المصانع الاخرى، لان المصانع الاخرى فيها بعد نيتروجين وفيه امور كثيره، فمن هالشكل عزلنا الحريق عن المناطق الخطره. وبالنسبه عن الموظفين والعمال اللي هنا طبعا شرطه المنطقه تعاملوا معهم وبعدوا الناس ولله الحمد. نعم. العميد ولله الحمد تعاون من الاداره العامه للمرور والشرطه الامنيه والخاصه ووزاره الصحه كلهم موجودين ولله الحمد، وتعاون لا محدود. نعم. العميد عبد العزيز العامر مدير عام الاداره العامه للدفاع المدني، شكرا جزيلا لك.